اللي فخلونا نعرف تفاصيل اكثر عن يعني ايه منطقه لوجستيه اولى في الصعيد. بينضم لينا دكتور ابراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه مشاهدي. تفاصيل المنطقه اللوجستيه في الصعيد، ايه حجم الاستثمار في هذه المنطقه، ويعني ايه يا فندم ايه فائده ان يكون في منطقه لوجستيه في الصعيد؟ الحقيقه احنا الوضع بتاعنا على مستوى التجاره الداخليه في مصر كان محتاج اعاده نظر خلال السنتين الماضيتين. وزي ما كان الدكتور علي قال في هذا المؤتمر ان احنا بنعيد بناء البنيه التحتيه لقطاع التجاره الداخليه. البنيه التحتيه بتشمل مجموعه من العوامل، منها اسواق الجمله، منها المناطق اللوجستيه، منها السلاسل التجاريه، منها البورصه السلعيه وخلافه. الحقيقه احنا خلال السنتين الماضيتين نفذنا 18 مشروع في 11 محافظه على مستوى الجمهوريه باجمالي استثمارات تصل الى 50 مليار جنيه. النهارده ولاول مره في منطقه الصعيد نشهد وضع حجر اساس لمنطقه لوجستيه. يعني ايه منطقه لوجستيه؟ هي منطقه ما بين المنتج وما بين المستهلك. اقول تاني، هي حلقه وسيطه ما بين المنتج يعني مزارع او صانع او ما شابه وما بين المستهلك. المنطقه اللوجستيه ديت فيها مناطق تصنيع، فرز، تعبئه، تغليف، تصنيع، تبريد، تجميد، تسعير. دي هتقلل يا دكتور، بعتذر على المقاطعه، ولكن دي هتقلل الايد اللي في النص، انه من حيث من اول بدايه عمليه انه يخرج منتج لغايه ما يوصل للمستهلك، ومن ثم هتقلل التكلفه. بالظبط، اللي احنا بنسميها تقليل حلقات التداول. نعم. وتقليل الوسطاء في العمليه التصنيعيه او التجاريه. وبالتالي هيكون له انعكاس ايجابي على سعر المنتج النهائي. فالمنطقه اللوجستيه الاثر المباشر ليها ان هي بتقلل الاسعار بتاع المنتج النهائي لصالح المستهلك بما يوازي 15 ل 20%. يبقى اذا وجود مناطق لوجستيه نمبر 1 او الرقم 1 هيؤدي الى تقليل التكلفه، 2 تقليل حلقات التداول، تقليل اسعار النقل. وخلي بالك اسعار النقل لوحديها بتمثل جزء كبير من قيمه السلعه. فبالتالي لو انا عندي مناطق لوجستيه على مستوى محافظات مصر، واحنا عندنا خريطه استثماريه لقطاع التجاره في مصر بالكامل، فانا عارف كل محافظه في احتياج لكم منطقه لوجستيه، كم مركز تجاري، كم سوق، بناء على مجموعه من المؤشرات الاقتصاديه، الكثافه السكانيه بتاعت المحافظه، متوسط الانفاق، متوسط الدخل، البيرشيسنج باور او القوه الشرائيه بتاعت المواطن. فبالتالي اقدر اعمل جاب اناليسز او تحليل لما هو مستهدف من انماط تجاريه على مستوى المحافظه. دكتور، كم منطقه لوجستيه بدانا او حطينا حجر اساسها بالفعل في كم محافظه؟ احنا دلوقتي عندنا تحت التنفيذ ما يقرب من 7 مناطق لوجستيه على مستوى محافظات مصر. المستهدف ان احنا بانتهايه السنه الماليه 30/26 ان احنا نكون غطينا 50% من محافظات مصر بمناطق لوجستيه. انا ما بتكلمش على اكل وشرب بس، انا بتكلم على مناطق لوجستيه حتى متخصصه في الالكترونيات، في الملابس الجاهزه، في كل ما يتعلق بالسلع، فما هوش اكل وشرب. خليني اسال حضرتك، يعني لو احنا بنتكلم انه تم وضع حجر الاساس، امتى ممكن تكون هذه المنطقه انتهت ونبدا العمل بشكل فعلي؟ عاده لان المساحه بتاعت المنطقه اللوجستيه ديت زي ما ذكرنا هي 15.5 فدان. الجزء الخلفي من هذه المنطقه هي منطقه لوجستيه تجاريه هتخصص لانشطه لوجستيه، والجزء الامامي من المشروع هيبقى ميكست يوز كوميرشال اكتيفيتيز او مجموعه من الانشطه التجاريه المتنوعه. الوقت الزمني لانتهاء هذا المشروع بالكامل من 2 إلى 3. يفتتح المرحله الاولى في بعد سنه من اليوم، لان النهارده احنا حطينا حجر الاساس والشركه استلمت الموقع على الارض عشان نقدر ان احنا تو اكسبيدايت البروسيس او ان احنا نسرع الاجراءات من تراخيص وخلافه. التكلفه الاستثماريه بتاعه هذه الفرصه بتصل الى 1.5 مليار جنيه، وبتوفر ما قيمته او ما يعني يصل الى
10,000 فرصة عمل. 1.5 مليار ده يا فندم بير يعني لكل منطقة لوجستية. اللوجستي التجاري، يعني المنطقة اللوجستية التجارية الاثنين مع بعض تكلفة الاستثمارية 1.5 مليار جنيه. شكل الشراكه بقى مع القطاع الخاص في هذه المنطقه اللوجستيه، حضرتك زي ما قلت انه ما لهاش علاقه بالاكل والشرب بس، هي منطقه لوجستيه ليها علاقه بكل المنتجات اللي بيتم استهلاكها من قبل الناس. ده صحيح. المنطقه اللوجستيه ديت زي ما حضرتك قلتي هيبقى فيها جزء منها للصناعات الغذائيه، جزء منها للصناعات الاستراتيجيه زي صناعه الدواء، والمنطقه اللوجستيه التجاريه ديت كشراكه ما بين الحكومه والقطاع الخاص. الحكومه ممثله عندنا في وزاره التموين والتجاره بتطرح فرص استثماريه، يعني اراضي في اماكن متميزه بتبقى ويل سايتد، يعني بننتقيها بعنايه مع المحافظين، وبنمد للمطور التجاري او المستثمر المرافق من ميه والكهرباء والصرف وخلافه حتى راس الارض. وفي المقابل بينتفع المطور او المستثمر بهذه المنطقه لعدد سنوات محدده. يعني في المنطقه ديت احنا عاملين حق انتفاع او لونج تيرم ليز، ايجار طويل الامد لمده 50 سنه. في المقابل المطور او المستثمر بيدفع جعل او بيدفع رسوم سنويه قابله للزياده لصالح الحكومه. يبقى انا شاركت بالارض بنظام حق الانتفاع طويل الامد، في المقابل انا بنمي محافظات مصر وبضيف قيمه اقتصاديه مضافه. وزي ما قال الوزير النهارده احنا ارتقينا بمساهمه قطاع التجاره في اجمالي الناتج المحلي من 17% ل 18%، وده رقم كبير لو ترجمناه الى جي دي بي يعني او اجمالي ناتج محلي، يبقى المساهمه قدرها احنا بنتحدث في رقم يعني حوالي 1 مليار اسف 1 تريليون. فبالتالي انت عند حضرتك هذه النوعيه من الشراكه مع القطاع الخاص، مش بس في مناطق لوجستيه ومناطق تجاريه، انما ايفن في سلاسل تجاريه ومنافذ تجاريه. ف احنا فتحنا جزء من المنافذ التجاريه لاداره وتشغيل القطاع الخاص. الفتره الجايه بتشهد شراكه مستقبليه وشراكه استراتيجيه مع القطاع الخاص في كافه انماط التجاره في مصر. هل الصعيد هتحتاج منطقه لوجستيه اخرى يا فندم، ولا المستهدف ان يكون فيها منطقه واحده هتكفيها؟ لا، زي ما قلت لحضرتك احنا بنستهدف على مستوى ال 27 محافظه ما يقرب من 50 منطقة لوجستية. وبالفعل احنا رسينا 2 منطقة لوجستية في كل من محافظة الأقصر ومحافظة الفيوم. ان شاء الله في شهر سبتمبر اكتوبر على اقصى تقدير هيكون هناك وضع حجر اساس لمنطقة لوجستية في الأقصر، ثم يتبعها وضع حجر الاساس في منطقة لوجستية اخرى في الفيوم، فضلا عن الطرح القادم هيكون في الوادي الجديد والبحر الاحمر وكفر الشيخ والشرقية والسويس. زي ما انا بوعد ان شاء الله بنهاية السنة المالية 30/6/20 هيكون غطينا نص محافظات مصر بانماط تجارية سواء اسواق جملة او مناطق لوجستية. ولو انا بتكلم على اسواق الجملة دي احدى المحتويات للبنية التحتية لقطاع التجارة، وبالفعل اتفقنا مع شركة رونجيس الفرنسية ان هي تيجي تدير بعض اسواق الجملة، وهيكون هناك تدشين لشركة جديدة لاسواق الجملة في مصر، فضلا عن وجود بورصة سلعية لخمس سلع تم الاتفاق عليهم مسبقا. اسواق الجمله دي فكره موجوده يا فندم حول العالم، ولكن تنفيذها هنا في مصر هتكون على مستوى الاكل والشرب برضو، ولا ناويين نتوسع في هذه المساله؟ على البورصه السلعيه؟ الاسواق الجمله تحديدا. اسواق الجمله زي ما حضرتك قلتي في اشياء مختلفه او في انشطه مختلفه، هيكون في اسواق جمله للخضر والفاكهه، هيكون عندنا ان شاء الله قريبا سوق نصف جمله للملابس الجاهزه بالتنسيق مع مجموعه مستثمرين من اللبنانيين باستثمارات تقدر ب 300 مليون دولار. وبرده الشيء بالشيء يذكر، احنا اتفقنا مع احدى السلاسل العالميه بضخ استثمارات 500 مليون دولار في انشاء هايكرز، وهيتم التوقيع يوم 26 القادم ان شاء الله بحضور دولة رئيس الوزراء،
ويتم تحويل 500 مليون دولار لإنشاء مجموعة من الهايبرز. والسلسلة اللي هتيجي توقع يوم 26 بتنتوي كمان ضخ نص مليار دولار، يبقى مجموعة واحدة بتضخ ما يقرب من مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة لقطاع التجارة الداخلية. وفي هناك كمان برضو شيء بالشيء يذكر، في الوادي الجديد هيكون في منطقة كبيرة لوجستية صناعية مع مجموعة من المستثمرين اليونانيين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.